هي فعلا طلع من رحم الكنيسة، كنيسة الأنبا بشوي وماري مرقس والعذراء وماري جرجس والملاك، كلها طلعة من خدمة كنيسة مارمينا. فعشان كده كنيسة مارمينا غالية علينا، وتدشين الكنيسة ده حدث جميل ومفروض يحتفل بيه كل سنة. يعني احنا في مديحة أبو سيفين نقول كده: وله أيضا ذكرى تطيب في 25 من أبيب تدشين كنيسة الحبيب. فبنحتفل في 1 أغسطس دايما بعيد تدشين كنيسة أبو سيفين، برغم أن كنيسة من ضمن الكنائس لأبو سيفين، ولكن دي ذكرى حلوة. الشعب يحب يحتفل بتدشين كنيسته. فكل سنة وانتم طيبين، وربنا يدين خدمة أبونا بطرس وأبونا يوهنس ويبارك في الكنيسة. ومحبتهم كبيرة تغمرني إن هم يخلوني أقدم النهاردة قدس أبونا إفرايم. أبونا إفرايم الحقيقة يعني أنا مش عارف أقول إيه، إنما هو أستاذنا، وإحنا زمان كلنا اتلمذنا على عظاته في كنيسة الأنبا أنطونيوس في شبرا. أبونا كنا نستنى كده الدكتور مجدي سعد، يعني نعرف إنه جاي، تلاقي كل الخدام وإعداد خدام وكل الناس يجروا كده عشان يسمعوا المحاضرة بتاعت الدكتور مجدي. وربنا نظر لأمانته في الخدمة وبقى كاهن معانا هنا في أمريكا علشان برضو ناخد البركة دي والشعب ياخد البركة. أبونا إفرايم من الآباء المحبين اللي كلماته قوية ومليانة ودسمة وفيها عمق الكتاب المقدس. يعني أبونا كنا متعودين كده في كل عظة يقولها إنه مثلا ممكن يقول نص إصحاح بالكامل وهو بيتكلم كده، يعني هو شارب الكتاب المقدس وعايشه في حياته. فربنا ينفعنا بصلواته ويبارك في خدمته. أبونا جالنا زمان خالص في كنيسة ماري مرقس، يمكن تاني سنة خدنا الكنيسة في نهضة ماري مرقس. جي أبونا وباركنا برضو هنا في ناشفيل وادى عظة جميلة. فبنشكر أبونا على حضوره باسم أبائي وباسم الكنيسة وباسمكم جميعا، وربنا يبارك ويعدد خدمته. نروح قدس الله الواحد أمين. طبعا ما استهدش ولا كلمة بلقاتها هنا الصابين خالص، يعني بالأمانة مش استطاع، يعني خادم غلبان للمسيح. بهن أبونا بطرس وأبونا يوهنس بتدشين مريمينة، كنيسة مريمينة. ومريمينة غالية عندي قوي قوي، ولكن هذكر يعني معجزة شخصية عملها مريمينة مع أحد أصدقائي، ولكن حبيت أقولها برضك في عيد تدشين كنيسته عشان تبقى بركة وناس تعرف قوة مريمينة. كنت شغال في السعودية جراح عظام هناك، وأنا شغال هناك زميل ليا مسلم حبيبي قوي ودفعتي واسمه مصطفى، كان من أعز الناس على قلبي يعني، وكان يقعد معي كتير أو يقعد يحكي ويكلم. وكان طبعا يجمعون العظات والبتاعة الدعاء والناس المسلمين الأئمة عشان يجيبوني الإسلام يعني. فأشكر ربنا يعني مشيت من السعودية وفي 2 قرروا يقبلوا المسيح. مصطفى دخل في مشكلة كبيرة في السعودية، الحقيقة حاجة بتحصل حاجة وحشة قوي، إن الواحد قبل ما يمشي بالذات الأطباء عشان يحرموه من المكافأة، بتبقى مكافآت كبيرة قوي، فيروحوا عاملين له اللي كاكولوا على حاجه، ويروحوا واخدين الباسبور واخدين حاجات لغايه لما يتخلص بتاع ده. في الاخر يقولوا اتحكمنا عليك، مفيش مكافآت. فانا مره عملت حاجه وحشه اقول لكم عليها، وبعدين اقول لكم اللي حصل مع مصطفى. مصطفى ده عيان جه بالليل، عملوا العمليه، ثبت له عظمه الفخذ. تاني يوم الولد 25 سنه، الولد مات بحاجه اسمها فات امبوليزم، اللي هو ضغطه بتيجي عن طريق خش في الرئه وتسد الرئه والموت. فعملوا معاه تحقيق، وصاحب جالي في البيت يعيط، كان صاحبي وصديقي قوي، وقال لي الحقني شوف لي حد. فقلت له هقول لك على حد بس تسمع كلامه وتعمله. قال لي مستعد.
قلت له في واحد ممكن يخلص لك المشكلة دي. قال لي بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ قلت له صدقني بكلمة بجد هخلصها لك. قال لي ده انت عارف لجنة تحقيق ولجنة طبية شرعية، لجنة طبية شرعية على فكرة هناك في السعودية عين بعين ورجل برجل وعين وسن بسن، يعني لو واحد دكتور شال عين واحد يتشال عينه الدكتور، لو شال رجل واحد يتشال رجله الدكتور وهكذا. ده لجنة طبية شرعية، لكن اللجنة العادية مفيش فيها مشاكل من دي. المهم دخل في اللجنة وطلعوني غلطان، وبعدين عملوا له لجنة طبية كبيرة، واللجنة الطبية دي رئيسها خصمه. كان مشكلة كبيرة جدا بينهم هما الاثنين، الراجل السعودي دكتور دوت، ومشكلة فيها شرف وأخلاقيات وحاجات زي كده خاصة بالضبط الدكتور ده. وقال لي الحق أنت بتقول مين اللي هيتشفع أو مين اللي هيخلق عليه المشكلة؟ قلت له واحد اسمه ولمينة. قال له ولمينة ده لقيه فين؟ قلت له أنا هكلمه لك. قال لي طب كلمهم ليه اتصالات هنا بالناس هنا بوزارة الصحة في السعودية؟ قلت له اتصالات جامدة. قال لي بكام بجد؟ قال لي ده فين وده؟ قلت له في مصر. قال لي في مصر ايه ده هيجيبه السعودية؟ فقلت له بس أنت عاوز تخلص موضوعك ولا مش عاوز؟ قال لي عاوز. قال لي مريمينا فين؟ قلت له ده شهيد. قال لي شهيد يعني ميت. قال ميت فيعمل ايه الميت ده؟ قلت له بس اصبر بس يا مصطفى بس اصبر. جالي بعدها قال لي اديك قلت مريمينا بتاعك ده؟ قال لي ميت بقى قد ايه؟ قلت له بقى 1700 سنة. قال لي يا نهار اسود 1700 سنة هي ينقصني؟ انت بتتكلم بتقول ازاي؟ قلت له انت عاوز تصدق ولا ما تصدقش؟ انا قلت لك واكد لك ان مريمينا هتدخل. عدت ايام من اسابيع والموضوع عمال يتكلكع 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 لجنه طبيه شرعيه، وفي الاخر الخصم بتاعه اللي كان ضده ليل مع نهار بقى رئيس اللجنه. فجاي عيني يعيط ويبكي قال المريمينه بتاعك الموضوع اتعقد وبقى هو رئيس قسمي الدكتور فلان بقى هو رئيس اللجنه، يعني ما ضاعت ومراتي ضاعت واولاده، وقعد يبكي يبكي بمراره. فقلت له بص هقول لك حاجه يا مصطفى، لو مريمينه ما نجتش أنا هقول إن أنا مريمينة كذاب وأنا كذاب، بس أنا بأكد لك هينجيك بالكامل. اتعملت اللجنة الطبية الشرعية واتعقدت، ودخل العين مسكين 7-8 أطباء وشيوخ اللي تقول لهم واصلة رجليهم تحت، والحكم بقى قاسي جدا. فعملوا تحقيق، بصيت لقيته بيخبط عليا حوالي بالليل كده الساعة 10-11 بكل قوة كده، افتح افتح فلان افتح في إيه؟ أنت تتخيل؟ أول مرة في تاريخ اللجان الطبية الشرعية ولا درهم واحد ولا ريال واحد يتحكم بعليا، وطلعت براءة وقدموا لي خطاب شكر بما فيهم رئيس اللجنة اللي هو خصمي. قال لي مين مريمينة ده؟ فقلت له مريمينة هو ساكن في شارع الترع. قلت له ساكن كنيسته في شارع، قال لي ساكن جنبه ده في كنيسة جنب اسمها مريمينة. هو ده اللي أنت قصدك عليه؟ قال لي أحط له كام ألف؟ قلت له مش عاوز كام ألف، شمعة واحدة واتنين حطها بس كفاية. فالولد كان طاير طيران وحس قد ايه بقوه مريمينه. قد كده القديسين معانا مش منظره، القديسين معانا مش منظره. لما بيقول الكتاب المقدس اذ لنا سحابه من الشهود مقدار هذه المحيطه بنا، فلنخلع كده يعني نطرح الخطيه المحيطه بنا بسهوله. النهارده زي ما ابونا بطرس طلب مني هكلمكم عن محبه الله. واحنا بنتكلم عن محبه ربنا يجب أن نقترب بحرص شديد وباحتراس شديد، لأننا حينما نتكلم عن المحبة نتكلم عن الله. أنا أسألكم سؤال في الأول، الله قبل ما يخلق الإنسان وقبل ما يخلق الملائكة كان بيكلم ولا بيكلمش؟ بيكلم مع مين؟ بيكلم مع ذاته. يبقى إذا الله ما بيتغيرش كده؟ الله ما بيتغيرش، ما بيتبدلش، ما بيزيدش وينقص، ما بيعشق. احنا بنقول في الانجيل يسوع المسيح هو امس واليوم والابد. فلما يجي واحد يقول لي المسيح بطل يحبني، يبقى عاوز يقول ايه؟ ان المسيح حصل له ايه؟ قل في محبته. طب انا بقيت كويس قوي المسيح بيحبني اكتر، يبقى المسيح زاد في محبته، يبقى مش اله، يبقى تهديف على المسيح. لما تقول ان المسيح بي 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 بينتقم مني بسبب خطاياي وضعفاتي، يبقى انت كده بتهين الرب يسوع نفسه. لان الرب يسوع يقول عن الكتاب المقدس، يقول عن الكتاب المقدس انه من اجل، يقول كده ربما لاجل الصالح يكسب احد ان يموت، ولكن الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح. يعني هو حبك وانت في القاع،
ولما اختارك لما اختارك قبل الخليقة المسيح يقول ليس الملك المعد لكم من قبل تأسيس العالم. فجابوا لك حضرتك وجابوا حضرتك وجابوا قصة حياتك من ساعة ما اتولدتي لغاية لما نفارق هذا العالم. ايه رأيك في ابونا إفرايم؟ ايه رأيك في إفرايم؟ كله انكسارات، كله ضعفات، كله شكوك، كله نجاسات، كله خطايا، كله ضعف. وتخيل لو اداني ربنا الفرصة كنت واقف معه وقتها قال اختار إفرايم ده اللي فيه ده أسوأ الأسوأ الأسوأ الأسوأ، ده ما يستحقش أي حاجة إطلاقا أنا عاوزه. عشان كده اختيارك ليس خطأ، اختيارك من السماء ليس خطأ، مش ربنا غلط. ده يقول كده وفيكم يا ريت نقرأ لنا مزمور 139 يقوله كده: قبل أن تتكون عظامي في بطن أمي أنت رقمتها رقمت عندك في الخفاء. يعني اديت العظام بتاعتي كود نمبر في الخفاء قبل ما تولد. يعني أنت خلقني واخترتني وعارف ضعفاتي يا رب، عارف نجاساتي يا رب، عارف انكساراتي يا رب، عارف شكوكي يا رب، عارف ضعفاتي يا رب واخترتني. إذا لم تسيء الاختيار، أنا كتير أقول تروح كنايس واسأل سؤال واحد، يمكن أقول سبب من حتى يفتكر لما جيت الكنيسة هنا من 3 سنين كنت أسألهم سؤال واحد وأقول لهم: مين فيكم مصدق أو واثق إن داخل السماء؟ طب لو سألت السؤال هنا عندكم كم واحد يرفع إيده؟ لا أنا عاوز واحد كله على كلمة عن نفسه. كم واحد مصدق إن داخل السماء؟ واثق مش مصدق، واثق. 1 2 3 يبقى المسيح هنا. لا بتقولش بتقول عن نفسك معلش. يبقى هنا المسيح ايه؟ المسيح هنا ايه؟ هي لوثر. المسيح فاشل. نسبة نجاح المسيح في اي كنيسة لا تتعدى 2% وفي معظم الكنائس 5-6%. يعني المسيح، يعني الكتاب يقول لنا اذ لنا ثقة بالدخول الى الاقداس بدم المسيح طريقا حديثا كرسه بالحجاب اي جسده. وانا مش مصدق. طب لما نسأل السؤال الثاني، ما انتش مصدق مش واثق انك داخل السماء ليه؟ يقول لي عشان انا خاطي. قلت له طيب لو انت بار تقدر تخش السماء؟ يعني معاملنا بولس الرسول كده يقول لست اشعر بشيء في ذاتي، انا مش حاسس اني بعمل غلط. بولس الرسول اللي جاب المسيح العالم كله للمسيح قال لست اشعر بشيء في ذاتي ولكني بذلك لست مبررا. انا مش مبرر ليه يا بولس؟ لو انا داخل السماء وانا في المسيح مستخبي في المسيح. طيب واحد مره قال لي معناه طيب لما انت مش مصدق انك داخل السماء هسالك سؤال تاني جاي كيس تعمل ايه؟ قال لي بيبي. قلت له يعني انت معلق ابديتك ومصيرك الابدي على ربما؟ يعني جاي الكنيسه بقالك 40 سنة 50 سنة 60 سنة 70 سنة طالع جاي رايح جاي وما انتش مصدق انك داخل السماء؟ ده شيء محزن وشيء مفجع. كان المسيح هيطلع للاب ويقول له فين فلان؟ فين دي؟ فين الست دي؟ يقول له انا اخترتها. طب ما جاتش معاك ليه تاني؟ انا بصراحه غلطت. المسيح يقول كده انا غلطت، انا كنت فاكر انها ممكن تبقى كويسه ممكن انها تعيش معايا لكن طلع انها وحشه فانا غلطت وما جبتهاش. ايه رايك المسيح ممكن يقول الكلام ده؟ المسيح لوزر فاشل. نسبه النجاح مش زي بتاعت البنت مريم اللي خدت 0% دي اللي ظننوها ده. لا ده المسيح كده بيجيب 3% يخش كل امتحان يجي في نسبه مريمينا. نسبه النجاح بتاعت المسيح كام؟ 5% 6% 7% شيء محزن ومضع في القلب. تقول لي يعني انا اصدق داخل السماء؟ ده مش مصدق، ده انا واثق ان داخل السماء. بس خد بالك احط هنا شرطين ثلاثه لاحسن نقلب على بوستانت، لاحسن كده نقلب على بوستانت على طول. انت داخل السماء مش لانك بار، ومش داخل مش هتخش السماء لانك خاطئ، لان خطيتك مش هتمنعك من دخول السماء وبرك مش هيدخلك السماء. النقطه دي في منتهى الخطوره بتغيب عن اذهاننا. عشان كده احنا بنتعب وبنيجي الكنيسه مش فرحانين. تتخيل واحد داخل الكنيسه ورايح الكنيسه وبعدين على باب الكنيسه هنا بيكسر وصيه المسيح. المسيح بيقول ايه؟ ادخلوا ابوابه بالفرح وديارو بالتهليل. هو داخل دماغه مدندنه كده وخارج دماغه مدندنه. مالك يا حبيبي؟ ما هي اصلها بايظه بايظه.
ما انا كده داخل جهنم داخل جهنم. طب تيجي الكنيسه ليه؟ تيجي الكنيسه تعمل ايه؟ ارحمنا ومش عارف وصلي. تحس كده هتطلع من الجنيحه، هتطلع من البلوك بتاعت الستات والرجاله بعاد على الارض مترين ثلاثه وما بيصلي، وبعدين طالع من الكنيسه مش مصلي. يقول لك ميبي ميبي حاطط ابديتك، حاطط مصيرك الابدي على ميبي احتمال اخش السماء. ايهما اكثر فرحا وانت جاي الكنيسه وانت جاي وحاسس انك رايح السماء في المسيح وبمجد المسيح وبعمل المسيح، ولا انت داخل وميبي؟ امال اي بولس الرسول اذ لنا ثقه بالدخول القدس جت منين؟ نشيلها نرميها خلاص كده انتهت؟ يا اخواتي الاحباء، محبه الله ليك لا تتغير. الله اختارك منذ البدء، وزي ما بقول كده الأرمية، قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك. انا انت ابني، انا عارف قصه حياتك. خايف من ايه؟ خايف من السقوط يا رب، خايف من ضعفات اربعه كتير يا رب. حبيبي انا بحبك. ما انا يا رب لما انت بحس كده الشيطان بيفتح عليا ويقول لي انت مفيش فايده فيك، انت انتهيت، مفيش رجاء. طب اعمل ايه؟ ما لازم اروح الكنيسه. اقول له بطرس يزعل مني، اقول له يا أليس انت فين؟ فراجع الكنيسه عشان ارضيهم، لكن انا من جوه القلب اتقفل خلاص. القلب اتقفل خلاص، القلب مش مصدق انه داخل المات، القلب مش مصدق انه هيقعد مع المسيح، القلب مش مصدق انه هقعد مع امي العذراء وهقعد مع امي مريمينا اللي بتكلم عنه ده. هشوف مريمينا وهسبح معاه، هشوف ابا انطونيوس وماري جيرجس، هشوف يقول لك ايه، ومات فلان وانضم الى قومه. يعني ايه انضم الى قومه؟ يعني خدوه الحضن، خدوه الحضن وده السماء. اتذكر كان ابونا لوقا سيدروس كتب كده في كتاب ابرار معاصرين عن واحد راجل في السيبيريا، كان راجل بركه قوي، وهو بيموت دخل في الغيبوبه وبيقول الله هات كرسي للملك، ده الملك داود نفسه جاي، هات كرسي لفلان، هات كرسي لعلان. شايف فكره تسير. واتذكر اخت كانت في مرحله الاخيره في السرطان، ورحت ازورها في المستشفى ولقيتها يا عيني عماله تصرخ. انسانه كانت حلوه خالص 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 يعني، بس يا عيني فضوها خالص، فضوها المعده والمراره والكبد كله كله اتشال كله اتشال، ومن وزن 75 بقت حوالي 25 او 30 كيلو. صرخ صرخ، حرام عليك يا رب، حرام عليك. فقلت لها تخش في الغيبوبه وتطلع من الغيبوبه تقول كلمتين وتخش تاني. فقلت لها على فكره يا فلانه ربنا مش موجود. فانزعجت يا عيني خصوصا في مراحلها الاخيره. قالت لي يعني ايه ربنا مش موجود؟ قلت لها ربنا مش موجود. هتقول لمين حرام عليك بقى؟ هتقولي للدكاتره ولا هتقولي لجوزك ولا هتقولي للسرطان ولا هتقولي لاولادك؟ هتلوم مين؟ احنا بنلوم ربنا، بنلوم ربنا. تحصل مشكله على طول ربنا السبب. نحن نخاصم الله حتى ولم نعلن ذلك بشفاهنا، نخاصمه. انا مش عارف ربنا بيعمل معايا كده ليه، انا مش فاهم. الولد حالته بحال في الدراسه، والبنت حالتها بالبلد، والواد راح انا مش فاهم ربنا، انا عملت كل ده يا رب عشان تعمل فيا كده؟ الثقه في حب المسيح راحت. الثقه المسيح بيحبك والصليب شاهد. يا اخواتي الاحباء احنا مش عارفين يعني ايه حب الله. صدقيني وصدقوني مش هنعرفه الا لما نشوف مجده، لما نشوف يعني ايه ساب المجد ده عشاني انا، ومش عشان الكنيسة، عشانك انت بالاسم. دعوتك باسمك انت لي، دعوتك بتاع انت فلان الفلاني عارفك باسمك. المهم الست دي عشان اقول لكم قصتها الجميلة، لما ابتدت تقول لي ان هي مصدقة ربنا دخلت في الغيبوبة قالت لي ايه؟ هو ابو سخيرون الديني موجود هنا بيعمل ايه؟ قلت لها ابو سخيرون الديني؟ اكتشفت ان كان عيد ابو سخيرون الديني في نفس اليوم اللي بتقولي في الكلام ده. الله ده مفهم جندي معاهم الاثنين جايين مع بعض ليه؟ صدقوني يا اخواتي الاحباء امام هيكل الله هذا ما حدث. شايفاهم شايفاهم، شايفه القديسين خلاص اتقفلت العين الجسديه واتفتحت العين الروحيه، ابتدت تشوف ابتدت تشوف. احنا محتاجين يا اخواتي الاحباء نصدق محبه ربنا. اوعى تفتكر ان ربنا في يوم من الايام لما بيكون زعلان منك وبيأدبك انه ابتدى حب يقل لي. لو حبه قل او حبه زاد او تخلى عنك يبقى معناها انه لا، لو الاله هو هو لا يتغير. حبه ثابت ليك. ده النهارده
كنت حتى بقول لهم في كنيسة سانت ريبيكا إن وأنا في الجحيم الأبدي لا زال الله يحبني بنفس الحب بنفس درجة الحب، بس يقول لي أنت اخترت. زي ما كنت فيه طبيب كده كان صديق لي، كان بروفيسور في جراحة العظام وكان ألماني، وبعدين واحنا شغالين مع بعض فبقول له إيه علاقة المسيح بي؟ أنت إيه علاقة؟ أنا I don't need him. What is going to give me؟ هيديني إيه المسيح؟ أنا I don't need him. أنا مش محتاجه. أنا راجل غني، أنا شاب صغير 43 سنة، رئيس قسم جراحة العظام في ميونخ، أكبر مستشفى جراحة العظام في العالم، معايا فلوس قد كده بلف بلاد العالم. What Jesus going to give me؟ قلت له بصراحة عندك حق، المسيح مش هيديك حاجة. طب لو أنت خرجت روحك خرجت من جسدك ورحت ما لقيتش المسيح، ما خسرتش، عشت حياتك بالطرق بالعرض وما لقيتش المسيح وما فيش إله وخلصت الحكاية على كده. طب الاحتمال التاني وده 50% من الاحتمالات، رحت وطلعت لقيته هو الديان العادي، لقيته هو النور الأبدي، لقيته هو الحياة والمجد، وخارجا عنه الظلمة والموت والهلاك. هتقول له I don't need you، هيقول لك I don't need you either. Go to the place which you choose. روح للمكان اللي انت اخترته. يا اخواتي الاحباء، محبة المسيح فائقة. محبة المسيح فائقة. انا اليوم تاني حاجة عن محبة المسيح. مين فينا شاف المسيح هو بيتصلب؟ انا شفتوش. طب اصدق ازاي؟ مين شاف هو قايل الموت؟ ما شفتوش. الله. طب ازاي؟ الصليب وحب الصليب يخش جوا قلبي. وازاي القيامة تخش جوا قلبي؟ وازاي الصعود يخش جوا قلبي؟ ده اللي قال عنه الكتاب المقدس، ياخذ مما لي ويديكم. لما تربط نفسك بالمسيح في الصلاه يقول ان محبه الله قد انسكبت. عارفين انسكبت؟ نهر شلال هذا نازل من المجد الابدي ينزل وينسكب في قلبك. تسال ايه اللي حصل؟ ما انا كنت مربوط بالنجاسه طول العمر، دلوقتي مش قادر افكر في النجاسه، مش قادر اكون عصبي. ايه اللي حصل يا رب؟ ده انا كان جوزي لما بيعمل لي كده كنت بهيج على الدنيا وازعق واخبط. ايه اللي حصل؟ طيار الالهي، طيار المحبه الالهي انسكب في قلبي بالروح القدس المعطى لي. لما النفس بتتغير كل شيء بيتغير. لما يبقى في كلمه ربنا هي اكلي وشربي، لما تبقى كلمه ربنا هي حياتي. اتذكر يا اخواتي الاحباء انسان صغير يدينني حتى هذه اللحظه، عمره 9 سنوات، مسلم. جالي في يوم وانا في العياده وقال لي انا عاوز ابقى مسيحي. قلت له يا ابني انت تعرف مين بس انا؟ فقال لي معلش، ابوه هندوسي وامه ايرانيه مسلمه. قال لي انا عاوز ابقى مسيحي. I want to be baptized. قلت له why؟ قال لي because I love Jesus Christ. قلت له Jesus Christ is very bad. Why you follow Jesus Christ؟ يا ابني روح ابن محمد يا ابني، هتاخد وظيفه حلوه وتتجوز لك اربعه وتعيش حياتك في الارض. سيبك المسيح يا ابني، المسيح ما هوش غير المشاكل والمتاعب والالم والصليب. قال لي نو، I want to be baptized. الولد امن بالمسيح لما كان عمره في كي جي 1، كان عمره 6 سنين. ولد هندي خده معاه الساندي سكولز، فلما راح الساندي سكولز سمع بيكلمه عن المسيح. في نفس اليوم ظهر الرب يسوع لسه 6 سنين وقال له فلان حب ماما حب بابا حب الناس كلها. بس ما كلموش اكتر من كده. الولد كل مره يروح ساندي سكولز وقلبه يرتعب بحب المسيح. فجاه قال لي عاوز اتعمد. ابوه قال لي شوف حالك. قال الولد هيموت ما عنديش غير ابني الوحيد ده، والولد ليه مع نهار يقول عاوز اتعمد عاوز اتعمد عاوز اتعمد عاوز اتعمد. فقلت له يا ابني حبيبي ابعد عن المسيح. قال نو. في الاخر قال لي طب اديني كتاب مقدس. فقلت له روح على bible.com وتفتح هتلاقي الكتاب المقدس باي لغه انت عاوزها باي طريقه وتكلم واقرا زي ما انت عاوز. بعد اسبوعين بالظبط كان الولد وقال لي واو يا ابونا واو، افتح حبقوك، افتح صفانيا، افتح ريفيليشن، اوبن جينيسيس، اوبن رومانز، اوبن رومانز شابتر 8 فيرس 27، اوبن كورنثيانز، اوبن. الولد شرب الانجيل في اسبوعين، شرب الانجيل في اسبوعين. الام قعدت معاها 3-4 مرات اكلمها عن المسيح، في الاخر قبلت المسيح عشان تقول ابانا الذي. قلت لها قولي ابانا الذي. قالت لي نو اي كانوت. انت ما تعرفش يعني ايه الله في الاسلام. الله ماسك سيف في الاسلام وعصايه بيقتل وبيضرب، وعندنا 71 مجموعه
مش هتخش السماء الا مع واحد ما اعرفش ايه هي، ما اعرفش انا كل اللي عامله وكل اللي بصليه مش عارف فاهماني ولا لا. فقلت لها يو هاف تو سي، قالت لها اور فادر وارت جيم هالو بي ذا يو اتسترا. قعدت ثلاث شهور مش قادره تقول اور فادر، تقول اور جاد هو ارت ان هيفن هالو بي ذا نيو ذا كينجدم كم ذا ويل بي دان. فتيجي تقول لي انا قلت اور فادر اور جاد، قلت لها نو اور فادر ان الله ابوكي. ثلاث شهور تحاول شي كانت، وفي الاخر جات لي في يوم وهي بتبكي في حاله انهيار كامل، فيكي ايه مالك ايه اللي حصل؟ بس انا مش عارف اللي حصل. قلت طول الليل بحاول اقول له اور فادر مش قادر انطقها، ازاي اقول لرب الاله القدير انت ابويا؟ وفي الاخر على 3 الصبح جرقت وقعدت تبتم لغايه لما قلت لما قلتها قالت لي وقعت في الارض بقيت ابكي بكل دموع وصراخ، انت ابويا؟ بتعتبرني بنتك؟ انا مش قادر اصدق الحب ده، مش قادر اصدق اللي احنا بنيجي نصلي بعد ما نخلص التلفزيون نخلص الانترنت. ها انا لازم اسوي بروح عامل كده هرشه على بطني كده هرشه بقى من الناس، ما اعرفش دي هرشه ولا حكه في البطن، خلص حكايه على كده. وبقى انت صليت وعرفت ربنا ازاي؟ يقول مال اسحاق السرياني، مال اسحاق السرياني يقول كده اياك ان تظن ان توقف امام ايقونه من الايقونات وتترتل بعض الكلمات المحفوظه انك تصلي، هذه ليست صلاه، صلاتنا محتاجه صلاه، صلاتنا محتاجه صلاه، صلاتنا محتاجه انك تفتح وتقول له بص يا رب، خش يا رب، خش جوه الغرف المغلقه جوه قلبي، غرفه قافلها ما يعرفش بيها لا تعرف بيها مراتي ولا يعرف بيها قلب اعترافي. اتذكر في يوم وانا ماشي في احد الاستيتس يعني وجالي واحد يا عيني عاوز يعترف. طيب ما تعترف بتعمل كده ليه يعني؟ عاوز تعترف مالك يا ماما فيك ايه؟ ما انت بتعترف عندي كل اسبوعين ولا كل 3. لا ورحت اعترفت اعتراف رهيب وانا كنت ماشي، اعتراف رهيب. طب ما انت ما بتعترفيش كده ليه؟ ما انا خايف ابويا ياخد عني انطباع وحش، ممكن ابويا يغير معاملته ليا. يا بنتي انت واقفه قدام الملك، في يوم هنقف قدام الديان ربنا يسوع له كل المجد، هنقف واحنا عريانين من كل شيء اللي خبيته على ابونا بطرس وابونا يوهنس وابونا سربي، كل ده هينكشف. اللي خبيته الغرفه المغلقه المقفوله الضلمه دي ربنا مش هيبتدي معاك بدايه الا ما يفتح الغرفه دي، يقول لك افتح لي الغرفه دي. تقول له يا رب ايه اللي يعمل معروف؟ انا هديك البيت كله بس الا الغرفه دي، اصل فيها ايه؟ فيها نقط ضعفي، فيها خطايا الماضي يا رب، فيها خطايا انكساراتي، فيها خيانتي لزوجتي، فيها خيانتي لزوجي، فيها ربي ضعفاتي الكتيرة، فيها شكوكي، فيها مسبح للبعض. عارفين أحاز الملك عمل ايه لما انتصر على اسرائيل؟ راح لأشور وقال لهم اعملوا لي مسبح زي اللي انتوا عندكم بالظبط، وعمل مسبح لربنا ومسبح للبعض وحط المسبحين جنب بعض، حط المسبحين جنب بعض. قوم الناس تيجي تبقى تلاقي مسبح البعل الكبير ده اهو في الغرفة المغلقة دي فيها مسبح للبعل وفيها نجاسات. فاكرين لما ربنا قال لحسقيال النبي قال له اخرم الحيطة دي اللي في الهيكل وتعالى وريكي حسقيال اللي موجود؟ خرم الحيطة وشاف الصغر كده قال له اطلع شوف اللي موجود، شيوخ اسرائيل يزنون امام الله وهم فاكرين ربنا مش شايف. ربنا شايفني وعرف ضعفاتي بس بيقول لك انا بحبك، انا بحبك. قل له يا رب يسوع المسيح انا مش هقول لك يا رب ان انا عاوز اتوب، انا مش عاوز اتوب، وقالها لك بصراحه كده على بلاطه يعني، انا بحب الخطيه، الخطيه هي الاكسجين بتاعي، هي اكلي وشربي وحياتي. تيجي تقول لي موت نفسك؟ عشان كده لما نيجي ندي للناس نحارب الجسد بالجسد ده احنا كده بنديه بروجرام خاطئ، ما هو الانسان مش يقدر يموت نفسه، لكن اسلكه بالروح فلا تكمله شهوة الجسد، اسلكه بالروح. فلا لما بتتعامل مع الرب يسوع الملك وتكتشف انه هو الرب الاله، حتى هذه اللحظه عارفين اللي بيحب واحده وماسك ورده كده ها بيحبني بتحبني ما بتحبنيش بتحبني ما بتحبنيش، المسيح معايا النهارده وانقذني من الضيق بيحبني، سابني وتخلى عني في الضيق اللي انا فيه ما بيحبنيش، المسيح ابني قعدت اقول له يا رب خلي بالك من ابني بيحبني لانه اتدخل، بقول له يا رب الحق بنتي هتضيع قاعد مطول باله يبقى ما بيحبنيش، فعايش طول حياتي بيحبني
ما بيحبنيش، بيحبني ما بيحبنيش. الثقة معدومة. عشان كده الناس أول لستة محطوطة كده على باب السماء، الناس اللي مش داخلين السماء on top of the list، على رأس القائمة. مين اللي مش داخلين السماء؟ مين اللي مش داخلين السماء على رأس القائمة كده؟ مين؟ ايه؟ الشكاكين. نعم؟ لا مش الشكاكين، الخائفون. طب انا بخاف لو واحد شفت ضلمة واحد في الرغم من الخائف، مش هو الخوف. الخوف انك مش مصدق بقوة إلهك. الخوف انك مش مصدق ان الله ان ربنا بيحبك. الخوف انك مش مصدق ان الله عظيم وجبار. الخوف ان احنا عايشين مع المسيح بالاسم فقط لا غير. كريستيان باي نيم. زي كان مرة واحدة العيادة من سنين كده وانا في دبي. وبعدين دخل كده حوالي 44 سنة كده وبعدين بيقول لي دكتور are you Christians؟ قلت له yes I'm Christians. أنا Christian too. قلت له أهلا وسهلا. أنا شاف صورة المسيح عندي على المكتب. فقال لي بس أنا أقول لك أنا أصلا هندوسي. أنا أصلا هندوسي. ومتجوز واحدة مسيحية she is Christian by name. مسيحية بالاسم. وهم هناك عندهم في الهند ممكن يبقى هو هندوسي وهي مسيحية أو مسلمة خطبيتها. مع إن المسيحيين هنود في منتهى العمق ومنتهى القوة. فقال لي بنت الصغيرة جالها سرطان. جالها سرطان 6 شهور. وأنا أصلاً عارف إن الله مش هتخلف تاني والدكاترة قالوا لي خلاص دي بنتك الوحيدة. والله طلع لي صورتها. صورتها عبارة عن عين داخلة لجوه، الشعر ده متقطع من كتر الكيموثيرابي. محطوط لها سكالب نيدلز هنا وهنا وهنا، عباره عن شرح. انا قعدت اصرخ اقول له فين حد يشفيني بنتي، حد يقص لي بنتي وحياتي، ما عنديش غيرها. انا رحت امريكا، رحت الهند، رحت انجلترا، رحت كل بلاد العالم. قالوا قدامها 6 شهور فقط لا غير، انسى خلاص ربنا يعوض عليك. انا اخت مراتي في الهند انسانه مؤمنه جدا، سمعت بمرض بنتي جات لي وقالت له ايه المشكلة؟ قال لها بنتها تروح. قالت له تروح ازاي؟ في المسيح ده هيلر، ده اونلي هيلر، هي كان هيل يور دوتر. قال لها مين اللي يقدر يدافع من الموت؟ قالت له هو ده اونلي هيلر. قال لي دخلت وقعدت تصلي 2 ساعة مع البنت، نفس الاسبوع رحنا نو سنجل كانسر سيلز، ولا خلية سرطان واحدة. وقال لي صوت البنت اللي قال عليها 6 شهور بعد 4 سنين البنت زي القمر. قال لي هو ده المسيح. قال لي قبلته لو ان ذا اونلي هيلر هو الحياة مش هزار. احنا بنهزر، احنا بنيجي كنيسة بنهزر، بنعبد المسيح بنهزر، بنقول وننتظر قيامة الأموات وحياة الظهر الآتي. واحنا لا منتظرين قيامة الأموات ولا حياة الظهر الآتي. عشان كده في ضعف، في ضعف في الكنيسة. مفيش نار أيضا في الكنيسة. قوة يوم 50 مش موجودة في الكنيسة. في ناس داخل الكنيسة وخارجة and they don't believe still that Jesus is a healer, that Jesus is God, that he is a true God. وبتحكي لي واحدة مباركة جدا كنت أعرفها وجزء كان للأسف دكتور كبير وألحد. وبعدين مرة بزورهم فبيقول لي شوف المجنونة دي، فاكر لما تقعد تصلي 7-8 ساعات إن ربنا ده المسيح ده كذبة كبيرة. قال لي مش عارفة تعرف المسيح ده كذبة كبيرة. فقلت له طب هي ردت عليك قالت لك إيه؟ قال لي قالت لي الآتي، إذا كان المسيح بيديني السلام فأنا أفضل أن يكون كذبة كبيرة، إذا كان يديني النعمة والمعونة والقوة احتملك فأنا أرحب أن يكون كذبة كبيرة، إذا كان يديني السلام أن أعيش في حالة سلام مستمر فأنا أرحب أن يا ريت المسيح يكون كذبة كبيرة. اللي بيحب المسيح وبيثق فيه بيحس المسيح يقدر يرفعه من الأرض. في سلطان بيقول كده جاء إلى خصته وخصته لم تقبله، أما الذين قبلوه فأعطاهم إيه؟ أعطاهم سلطان. إحنا ما عندنا سلطان. أنا خايف، أنا دايما خايف في مقابلة أي مشكلة، أنا خايف ضعيف واقع تحت. لكن لما شفت الراجل ده بكتني ويقول لي أبويا أمي لما شافوني أمنت بالمسيح، مش أمنوا بالمسيح لأن بنتي خفت، لأ، لما شافوا الفرح والسلام. كم واحد فينا بيشوف الفرح والسلام في قدام ربنا؟ ده احنا بنطفش الشباب وبنطفش ولادنا من بيوتنا بسبب وشنا المكتئب والعايز. في السلام جوه القلب. ما اصل السلام ده بينسكب من فم من عند الله ويبان من غير ما تتكلم، من غير ما تعص. عشان كده يا اخواتي الاحباء
بدون ما تنسكب محبة الله. محبة الله لها ثلاث أعمدة. العمود الأول أو الشريان الأول، عارفين الكروني بيلاس اللي بيحصل دوت، يعني الشريان الأول الأساسي هو الله، الشريان الثاني هو الإنسان، الشريان الثالث هو القريب، مراتي، ولادي، جاري، زميلتي، زميلي في الشغل. الثلاثة دولت ما ينفعش واحد فيهم. طب بص يا رب، أنا أحبك وأعيش لك بس ماليش دعوة بأختي ولا بأخت جوزي، أنا بيني وبينها مشاكل قد كده وكفاية على اللي بحبك. الحب ده خبر، ما ينفعش، ما ينفعش. لأن من لا يحب أخاه الذي يراه كيف يقول إنه يحب الله الذي لا يراه؟ كيف يحب الله الذي يراه؟ الحب في اللغة اليونانية لها أربع معاني. المعنى الأول ستورجي، ده اللي هو حب الأب لابنه وحب الأم لبنتها اتسترا. وفي إيروس، إيروس ديت حب شهواني، والحب الشهواني ده نتيجته معروفة، وده للأسف اللي مكتسح في الكنيسة دي من دولت بين الشباب وبين البنات. اللي عملوا أمنون واللي عملوا شاكين، أمنون أحب سمار وأحبها، حبها حتى إنه عيل تتخيلوا عيل بسبب الحب. لذلك قالوا كده هوت الياب اخو داود، قال له ما لك يا ابن الملك انت ضعيف هكذا كل يوم؟ ما لك ضعيف يا ابن الملك كل يوم؟ قوم اتقوى. قال له سمار، هتجنن على سمار. فقال له القصه، انتوا عارفين القصه اللي قال له عليها، وازاي تخطئها غصب عنها، وازاي انك انت تخطئ معها وابوه كده هيضطر ان هو يتجوزها. ما هي قالت له ابويا لن يمنعني عنك، من فضلك ما تزدنيش. شوفوا التعبير القوي الجبار اللي موجود في الكتاب المقدس. وابغضها النون بعد ما زاد معها بالقوه، وابغضها النون حتى ان البغضه التي ابغضها بها كانت اكثر من الحب التي احبها بي. يا ده الموضوع ما خدش 10 دقايق ربع ساعه. من حب يوصل الانسان يبقى مريض الى بغضه اشد من الحب ويطردها، وفي الاخر دفع الثمن، دفع حياته. ده الإيروس، ده الإيروس. في فيليا اللي هو زي منها ولاية فيلادلفيا، فيليا، فيليا اللي هو الحب، حب الفضيلة، حب الحاجات الكويسة، وده من الناس العاديين. وفي الحب الكبير بقى خالص اللي هو حب المسيح، أغابي، أغابي، أغابي. وده ما حب تطلعوا حضراتكم في الإنسايكلوبيديا يقول لك مفيش غير خط واحد هو حب الأغاني، حب المسيح، حب المسيح. سنة مسلمة رائعة اسمها مهرائيل. مهرائيل دي كانت عايشة في بيتها في حياة كلها استقرار، أب مليونير، زوج مليونير، عندها ثلاث عيال، عمرها صغيرة 25-26 سنة. حظها السيء إنها عرفت المسيح، حظها السيء. كان بيقول لي حظها السيء بعد شويه تعرفها. فقدت لما عرفت المسيح، طبعا قصه طويله ممكن تطلعوا حضراتكم على النت وتكتبوا قصه مهرائيل او شهاده مهرائيل العابره من الاسلام الى المسيحيه، وشهاده صابر امير الجماعه الاسلاميه العابر من الاسلام الى المسيحيه. وانتوا تسمعوا وتشوفوا يعني ايه المسيح بيشتغل، وبيشتغل بكل قوه. وزي ما قال الرب يسوع ان العشرين والزواني يسبقونكم الى ملكوت الله، اما بنو الملكوت فيطرحون خارجا. اخواتي الاحباء، المسلمون وغير المسلمين قادمين بقوه. انا شفت عندنا في دبي الكوريين والصينيين ازاي جايين، والاندونيسيين والماليزيين بكل قوه امنوا بالمسيح وجايين بجبروت. الانجيل ده حياتهم، المسيح ده قوتهم، واحنا أنا طالق يا مدرم أضعات الضالات أمير فتور وضعف. الأخت المرأيين ده لما عرفوا أنها مسيحية جزها طباها رموها في الشارع، وفي يوم قرر أبوها وأخواتها أنه يقتلوها، فخذوها البيت عندهم هيقنعوها أنها ترجع تاني للإسلام. شدوها من شعرها ودخلوها على الحمام وقالوا هنكهرب البانيو حط في مياه لغاية لما تموت. فقالت له رب يسوع لو عندك اكتر اديني، لكن لن اتخلى عنك يا رب. وفي الاخر اكتشف لو عملنا كده ممكن يلاقوا كدمات يودونا في داهيه، احنا نهددها ولو ما رجعتش ممكن نقتلها. فدخل وقعد عينه على التواليت،
في الألم كل البوكسات في وشها في كل حتة في جسمها، كان أخوها بيشرب كوباية شاي مغلي راح طريقها على وشها، قومي يا كذا يا كذا يا كذا، أنت كمان بتطلع كراسة هتعملي راسك يا كذا، هتعملي راسك زيك زينا. أبوها قبل ما يموت قال لها بصي يا بنتي هفتح لك الباب وهربهولك وهسيب لك 3 مليون جنيه ترجعي بيتك معززة مكرمة، ترجعي لولادك، ترجعي حياتك المكرمة بدل ما تقعد في أوضة فوق السطوح ما يسكنش فيها إنسان في الشوارع، هرجعي كل شيء وهربلك الباب. قالت له بابا اقفل الباب، أنا لن أعود مرة أخرى إلى الموت، لن أعود إلى الموت، لن أعود إلى الظلام، أنا عرفت المسيح وحبيت المسيح. المسيح يا أخوتي الأحباء هي فقدت كل شيء، لكن قالت له رب أنا حصلت عليه، عارفين إنسان وجد جوهرة غالية الثمن، فمن فرح مضى وباع كل شيء وخد الدرة الثمينة دي، اللؤلؤة الثمينة دي. اللي ما بيعرفش المسيح ما تفرقش بالنسبة له، دي الكنيسة يسمع هو فقد الأمل، هو القلب اتسد، لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأن كلامي لا موضع له فيكم، المسيح بيقول لنا كده. عشان كده الرب يسوع مش طالب منك انك انت تقول له يا رب انا عايز اتوب، لانه واثق ومتاكد وتيقن انك مش تعرف تتوب ومش عاوز تتوب، مش تعرف بس ومش عاوز، انا كده راضي. هي ساعة لقلبك وساعة لربك، حط الاثنين مع بعض، صحيح ساعة لقلبك بتفرحني وساعة لربك اهو شوية كنيسة وصلاة وكلمتين كده واعتراف كده كل اسبوعين ثلاثة وكلمتين اقولهم لابونا وحياتي زي ما انا مفيش تغيير. فالرب يسوع يقول لي ليتك، ها ليتك كنت ايه؟ لا مش حاضر، يا ليتك كنت بارد. يا انت يا رب الميت، انت اللي جاي عشان تخلصني تقول لي ليتك كنت باردا؟ اه ليتك كنت باردا او حارا، ولكن هكذا لانك انت فاتر انا مزمع. انت عامل لي مغص في بطني، وجعني بطني يا ابني، وجعني بطني، واخد الاثنين مع بعض الميه السخنه والميه البارده، انا مش مستحملك، انا تعبان منك لكن هاخدك وهستحملك لغايه الاخر حتى تتوب وترجع. الهنا كل حب، الهنا هو الحب الاغبي. عاوز تعرف عاوز تحب فعلا، افتكر منظر المسيح لما يقول كده الكتاب المقدس إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى، وكلمة المنتهى دي ترجمة عربية مش مظبوطة، هي أحبهم بلا حدود إلى النهاية. حب عجيب، ودي نفسي ربي أعرف ليه الملائكة ميخائيل يسألك ليه، الملائكة كلهم يسألوك ليه كده. حب الله محبة عجيبة، هذه المحبة تنسكب في القلب لما تقف تصلي بقلبك وتقول له كده، هو زي ما قال الرب كده يسوع لأورشليم، يا أورشليم اعرفي فقط اسمك انك الى الرب الهك قد اذنبتك. انا مش طالب منك اكثر من كده. يا أورشليم تأدبي يا أورشليم لان تكفوك نفسي، اعرفي فقط اسمك انك الى الرب الهك. انا رب غطار، انا رب عايش، انا رب النهارده اتنفست على مراتي بهدلتها قلت ادب عليها في الكلام وأنا مش عارف عملت كده، مش قادر يا رب أبطل، أنا رب زعلت جوزي النهاردة وتنفست وتشنكت على إيه يا رب؟ على لا شيء يا رب، أنا مش قادر أبطل، اديني نعمة من عندك يا رب. أنا بعترف إن غلطت قصادك يا رب، أنا بعترف إن أخطأت ليه، اعرفي فقط اسمك أنك إلى الرب إلهي بتأسمك. مش هقدر أطول عليكم أكتر كده عشان أرحمكم وسامحوني، أنا خدت بركة مريمينة حقيقي بجد، ومريمينة دي معجزات عجيبة وعديدة في حياة كل واحد فينا كلنا عارفينها، لكن نقول النهاردة في تدشين كنيسته يا مريمينة كل إنسان في ضيقة أو في ألم أو في تعب، من فضلك يا مريمينة من أجل محبة قلب المسيح وغلاوة اسم المسيح اللي في قلبك انظر لكل ضيقات الناس التعبانة والمتألمة ولعبهم مشاكل، ربنا يتمجد ويفرحكم بكنيستكم الحلوة، فرحكم أبونا بطرس، لأن شخصيا صدقوني يعني بكلم مش مجاملة عشان هنا بعتدوا المرجعية في الطقس والعقيدة وفي الصوت الجميل الرائع، وبعدين زاد كوكب آخر لما شفت أبونا يؤنس بكلامه اللي زي العسل دوت اللي طالع كده بعفوية وبساطة وتلقائية عجيبة جدا، بحس بأن هذا الرجل بركة حقيقة للكنيسة هنا والشعب الكنيسة والكل نجدل والكل أمريكا. ربنا يدينا بركتهم صلواتهم لله كل مجد وكرامة من الآن والأبد.
باسمكم وباسم أبونا بطرس واسم المشكر أبونا إفرايم. عارفين معنى كلمة إفرايم يعني؟ إفرايم اسم علم في اللغة العبرية، معناه الثمر المضاعف، معناه الثمر المضاعف، وده اللي احنا شفناه. وإفرايم ده ابن يوسف مظبوط، منسى وإفرايم، ويوسف معناه يزيد، وفعلا أبونا إفرايم ابن الأنبا يوسف، فهو ثمر مضاعف، واخدين بالكم؟ ودايما في ازدياد، وربنا يباركه ويعوضه كل خير. كل سنة وانتم طيبين، شكرا لمحبتكم، وربنا يعوضكم كل خير.